ثلاثيات الاهلي تتواصل والاهلي يفوز على غزل المحله 3-0 في مباراه شوطها الاول كان غريب وعجيب من الاهلي ومتفوق جدا لغزل المحله، ولكن بدايه شوط تاني كانت في مصلحه الاهلي. النهارده هنتكلم على كذا فكره عند الاهلي وليه بتحصل وليه افكار تانية ما بتطبقش. بس انا بخش في الحلقه، طالما المرحله دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان توصل اكبر عدد من الناس، ولو ما شفت ننزل اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نخش نتكلم شويه على الاهلي وموسيماني. حطني رقم واحد في الهجاصين. الاهلي بيواصل التفوق باقل مجهود، بيفوز في مباراه ثانيه على التوالي ويبقى في صداره الدوري بستة بونت مع اسوان وسيراميكا كليوباترا. مباراة الاهلي بدأها في حراسة المرمى محمد الشناوي قدام بنون وايمن اشرف، على اليمين هاني، على الشمال معلول، الاثنين في نص الملعب قالوا ديانج وحمدي فتحي بسبب اصابة السولية اللي كانت موجودة في الاحماء، قدام بيلعب بقفشة، على الشمال كهرباء، على اليمين جيرالدو، قدام بيلعب بمحمد شريف. الاهلي انا كنت حاسس فيه فكرتين عايز اتكلم عنهم. اولا يعني اول حاجة فكرة بالاحساس، انا حاجة حاسسها، الحاجة اللي حاسسها هي ايه؟ ان موسيماني بيحاول يطبق حاجه في ارض الملعب واللعيبه اللي موجوده مش عارفه تنفذها. انا حاسس كده، اصل اللعيبه بتحاول تطبق حاجه مش عارفه تطبقها، ودي مخليه الشكل الاهلي كان سيء نوعا ما. والحاجه الثانيه اللي كانت بتطبق بقى على ارض الواقع ان الاهلي مصمم يدخل من عمق ومصمم يخترق من عمق. هو الاهلي ما بيعملش غير لعبه واحده، ما بيحاولش يخترق الفريق اللي قدامه سواء متكتل دفاعيا او مش متكتل دفاعيا، مش بيحاول ان هو يضربه او يحاول يخترقه من العمق فقط، لدرجه انها بنشوف تقريبا كل لعيبه الاهلي في العمق، كهربا في العمق، محمد شريف في العمق، جيرالدو في العمق، قفشه في العمق، حمدي فتحي في العمق، علي ديانج في العمق، في زحمه في العمق. مع ان لو موسيماني فكر شويه وابتدى يلعب على الاطراف ويعمل استريتشنج للملعب هتلاقي الفريق اللي قدامك اللي هو غزل المحله بيبتدي يفرد الملعب، بيبتدي يفتح الملعب على الاطراف عشان يضغط على لاعب حامل الكرة، فيبقى عندك مساحات في عمق الملعب. لكن طول ما انت بتضغط من عمق الملعب وعايز تخترق من عمق الملعب بالعافيه هيدور ان انت مش عارف تلعب كوره. والموسيماني بيعمله اللي هو او الاهلي بيعمله اللي مصمم ان هو يخترق من عمق الملعب بيخلي شكل غزل المحله في بدايه المباراه وكانها اتلتيكو مدريد 2014. فريق دفاعيا منظم جدا، واقف صح جدا، قافل على الاهلي كويس جدا، قافل كل خطوطه. اي نعم الاهلي راح في بدايه المباراه بانفراد لكهرباء وضيعها، بعد كده كره عرضيه عدت تحت رجل كهرباء، الاهلي كان بيوصل للجول في عده مرات بس ما كانش بيخلص، كان الاهلي في ايديه يخلص في بدايه المباراه، لكن اول ما عدى ربع ساعه او عدى ثلث ساعه غزل المحله رجع تاني للمباراه، تكتل وقف كويس وابتدى الاهلي كان بيحاول يضرب الاهلي كمان بالمرتدات. غزل المحله الشوط الاول عمله مميز جدا، وانا حتى كتبت بوست على تويتر على فيسبوك قلت ان الغزل المباراه اشبه مباراه دور ال 32 في كاس مصر. هي الفرق مش هقول الصغيره او الفرق اللي بتبقى من الدرجه الثانيه في مباراه كاس مصر بتقابل فرق الدوري الممتاز بتلاقيها واقفه في نص الملعب متكتله جدا وبتلعب ببساله دفاعيه وبتلعب بكل قوه وبكل حماس وبكل شراسه وبتلعب بكل رجوله ومقفله الملعب وبتضرب وبتعدي وبتدوس وبتضغط وبتخلص الكوره. درجه النهارده من غزل المحله انه بيضغط على حامل الكوره بيستخلص منه الكوره بيشدد الكوره، المدافعين بيلعبوا ببساله جدا، بيشيل الكوره محمد شريف ومن كهربا ومن قفشه وبيحاولوا ان هم يخرجوا من المباراه من بره الامان. ولكن الاهلي الناحيه الثانيه هو اللي كان بيساعد غزل المحله يلعب بالشكل ده. لو الاهلي كان بيحاول يفكر شويه او الاهلي فكر شويه انه يخرج من زاويه او يخرج من فكره ان هو يخترق من العمق بالعافيه كان ممكن يخلي شكله افضل في الشوط الاول، او على الاقل يخرج الشوط الاول واحد او اثنين، كان ممكن المباراه دي تخلص عادي جدا 5-6 لو كان الكور الشوط الاول اللي كان داخل الجول. لكن الشوط الاول ضيعت انفرادات، كهربا ضيع انفرادين، علي معلول مش فاهم ليه بيخش جوه منطقه الجزاء وبيصمم ان هو يباصي. انا رساله علي معلول يا معلم، علي معلول يعني خش جوه منطقه الجزاء شوت انت، شوت انت بنفسك، ما تلعبش بالعرض. ليه تلعب بالعرض؟ شفناها في ماتش نهائي افريقيا ولعبها بالعرض، مع ان لو كان شوت كان زغرتها في الجون، لكن لعبها بالعرض. حسين الشحات، حسين الشحات ضيع، النهارده لعبها الكهرباء بالعرض وبرده كهرباء ضيع. فانت ليه خش شوت انت يا معلم؟ ليه بتلعب للاعب بالعرض؟ والحاجه الثانيه برده اللي عايز اتكلم عنها للعيبه الاهلي كهرباء. الجمهور الاهلي ممكن ان هو ينتقد كهربا، يقول لك كهربا ده انفرادات بتاعه، وكهربا تضييعه للانفرادات ده مش حاجه غريبه عليه لانه كان موجود مع الزمالك كان برضه بيضيع انفرادات، لكن كهربا لحد دلوقتي ما جابش فورمته ولا مع الزمالك ولا مع الاتحاد جده. مع الزمالك والاتحاد جده كان اون فاير، كان شايل الاتحاد جده على كتفه وماشي بيه، كان شايل الزمالك على كتفه وماشي بيه. لحد دلوقتي الاهلي لسه كهربا ما جابش مستواه المعهود.
كهربا بيضغط، كهربا بيستخلص الكوره، كهربا بيضغط على المدافعين، كهربا بيجيب اهداف، كهربا بيضيع، كهربا بيوصل للجول، كل الكلام ده. لان كهربا اللي انا عارفه اللي كان بيلعب في فريق بيلعب في نادي الزمالك مش كهربا بتاع الاهلي. كهربا بتاع الزمالك كان بيجيب جوان اكتر، كان فعال على الجون، كان بيساعد زمايله في الملعب، بساط مثلا عرضيات، بشكل ضغط على فريق منافس. من كهربا بتاع الاهلي لسه مستواه نوعا ما ما جابش مستواه في الزمالك، وده خلى الاهلي يخرج الشوط الاول 0-0. الشوط الثاني وغرابه شديده جدا، غرابه شديده جدا، مع ان غزل المحله بدا الشوط الثاني افضل، كان ضغط الاهلي، كان بيحاول يوصل لجول الاهلي، كان بيحاول يخطف جول، ولكن فجاه حارس غزل المحله قرر انه يجري يعني يطلع من المرمى، في مدافعين وفي لعيبه نص ملعب وفي لعيبه راجعه وكل الكلام ده، وهو قرر انه يخرج من المرمى ويسيب الجون فاضي. خرج من المرمى يا دوب الكره نزلت محمد شريف يستلم بس بيمينه، اللاعب راح يجيب فول، الحارس راح يجيب فول، ومحمد شريف طق بشماله جول 1-0 الاهلي. فتح المباراه ده الاهلي. الجون اللي جابه الاهلي في بدايه الشوط الثاني ضد غزل المحله فتح المباراه للاهلي، لان انت لو كنت اتاخرت في الجون ده شويه كنت تلاقي صعوبه. لو كان الاهلي مثلا قاعد لحد دقيقه 60 دقيقه 70 مش جايب جون في غزل المحله، كان ممكن يواجه صعوبه في مباراه النهارده، كان ممكن يتخطف بجون كمان. لكن الجون اللي جابه الاهلي ريحه شويه، هداه شويه. ولكن في حاجه لازم اتكلم عنها صغيره قوي 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 في الاهلي. الاهلي اللي انا شايفه ان لعيبه الاهلي لسه ما خرجتش من نهائي افريقيا. مباراه المقصه كان مستوى غريب من لعيبه الاهلي، مباراه غزل المحله النهارده برضه مستوى غريب من لعيبه الاهلي، مع انه كسب ثلاثه. وتقول لي انت بتنتقد في ايه؟ الاهلي كسب ثلاثه، بتقول انت ايه؟ هقول لك بقول ايه. في الشوط الاول الاهلي تايه، لعيبته تايهه في ارض الملعب، لعيبته مش مستواها، وابرز اللعيبه اللي مستواه منخفض قفشه اللي هو جاب لك افريقيا، قفشه مستواه منخفض. مش فاهم ليه بصراحه. هو الاهلي فيه مكاسب وفيه خسائر، الخسائر لحد دلوقتي اللي هو قفشه، القفشه مش باين جدا بالظاهر، تحسه لسه موجود في استاد القاهره في نهائي افريقيا، مش راجع مستواه. لكن مكاسب الاهلي، لا مكاسب الاهلي عديده. بدري بنون لاعب كبير قوي 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 قوي، مدافع تقيل قوي، العين اللي جاب بدري بنون الاهلي عين مظبوطه جدا 100% يعني، مدافع قام قال الكتاب. برضو مكاسب الاهلي محمد شريف مهاجم بيخلص من نص فرصه، مهاجم بيستلم بيخلص كره كبيره تخلص، زمان مروان محسن تقريبا خلاص خلص في الاهلي، تقريبا زمان مروان محسن خلاص خلص في الاهلي. لان محمد شريف بصراحه باللي انا شايفه ان هو ما يستحقش يقعد على الدكه، ما يستحقش يقعد على الدكه لمروان، لا اديله فرصه خليه يلعب. محمد شريف لاعب ممتاز، لاعب مميز، حتى لما راح منتخب مصر هدف برضه. محمد شريف لاعب مميز لازم ياخد فرصه اكتر. الاهلي ما يقعدش دكه نهائي بقى خلاص، ماتش مقصه عمل اداء، ماتش النهارده جاب لك جولين، فما يقعدوش على الدكه. الاهلي شكله مش هقول غير مطمئن، لانه فريق خلاص يعني كسبان 6 بونت من ماتشين، العلامه الكامله ماتش كسبه تقريبا 3 الاول 3 والثاني برده 3، فثلاثيات الاهلي لسه مستمره زي ما قلت في الانترو. فانت الاهلي بيقدم مباراه كويسه، نتائج كويسه، لكن في بعض علامات الاستفهام على اداءات بعض اللاعبين وعلى تكتيك موسيماني. هل موسيماني هيفضل بالفكر دون؟ الله اعلم. هل في الديربي ضد الزمالك هنلاقي الاهلي بيحاول يقترب من العمق، وهتلاقي بقى باتشيكو مقفل الملعب وعامل دفاع كومباكت واقف في نص ملعبه ومش مدي منفس للاهلي، ولا هنشوف نهائي افريقيا متكرر تاني والاهلي يكسب بالديربي؟ الله اعلم. بس مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، فوز النهارده فوز مريح قبل ما تروح النايجر تلاعب بطل النايجر هناك في افريقيا، فوز يخليك متصدر الدوري، تخش مباراه الزمالك الديربي بمعنويات مرتفعه اكتر واكتر. لحد دلوقتي انت بعد عن الزمالك بنقطتين، لو كسبته في الديربي تبقى بعد عنه 5 بونت في بدايه الدوري، فماتش الديربي الجاي هيبقى ماتش حلو قوي قوي قوي. بس في الاول اخد راي واحد، راي شخص واحد في مباراه الاهلي وغزل المحله، وايه رايك انت في الكومنتس؟ قول كمان تقاطك، هل موسيماني هيفضل بيفكر نفس التفكير ويخترق بالعمق، ولا هنشوف تكتيك مغاير قدام الزمالك في الديربي؟ ويا ريت تجاوب على السؤال ده في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، واعمل سبسكرايب قناه واشترك في الجرس اول مره تشوف تشكيل حلقات او باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بنقول حاجات هناك وبنعمل حاجات هناك مختلفه كده على اليوتيوب، روح تابعوني هناك، ويا باشا على فيسبوك ريتويت على تويتر، وطبعا ما تنساش تشوف الحلقه الجايه. سلام.